الآن السؤال، إذا جاء حديث في كتب الشيعة أن المهدي هو اسمه يواطئ اسم النبي واسم أبيه يواطئ اسم أبي النبي، هل تؤمن بذلك؟ تفضل. ما الضير في ذلك؟ شنو الضير يعني؟ اسمه محمد بن عبد الله. ما اسم المهدي عندك؟ محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله انتهت المناظرة. أنا اليوم. لا خلاص. محمد بن عبد الله ولا محمد بن الحسن؟ لا تتلاعب بالألفاظ يا خالد. خلاص. ليه يا شيخ خالد؟ عشان محمد بن عبد الله ومحمد بن الحسن؟ إي خلاص، هو الآن أقر على أن المهدي عنده هو محمد بن عبد الله، إذا بطلت مهدوية محمد بن الحسن بعظمة لسانه، نطقها الآن. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. شوف الحق لا يختفي، الحق لا يختفي. الآن المهدي ما اسمه عندك؟ كمل يا شخالي. شخالي أين هو؟ تفضل خلنا اسمع معاك. الآن ما اسم المهدي عندك؟ اسم المهدي عندك يا شيخ بهادلي. الآن هذه الكنية محمد عبد الله ورسوله. أنا عبد الله. أنا ما قلت عصام عبد الله. أنا سألت عن اسمه. صبر. أنا سألت عن اسمه. صبر. الآن اسمه. ايه صبر صبر صبر. اسمه محمد بن الحسن. محمد بن الحسن يا شيخ خالد. عبد الله كنيته. اسمه محمد بن الحسن. عبد الله هي كنيته. يا عيني حينما ورد في الروايات لابد لك ان تاخذ الالفاظ ومخارج الكلمات. الان هو نطق باسمه وانطقه الله سبحانه وتعالى الذي انطق كل شيء. شكرا يا شيخ خالد، اشكرك شكرا جزيلا يا شيخ خالد. تفضل يا شيخ بهدلي، وضح لنا الموضوع. عبد الله شيخ خالد، شيخ خالد عبد الله ما يعرفه شنو، ما يعرفه والله لا من قريب ولا من بعيد، ما يعرف شنو عبد الله. أشهد أن محمدا عبده، وردت كثير من الروايات عبد الله فلان، عبد الله فلان. فالآن هذه التسمية وهذه الكناية كما سمي بالقائم، كما سمي بالمنتقم، كما سمي بالمنتظر، كما سمي بظاهر الحق، كما سمي إلى آخر التسميات الكثيرة، الحجة إلى آخره، سمي ما شئت في أسمائه الخاصة وكنياها الخاصة. إنما ورد محمد بن عبد الله اسمه اسمي محمد عبد الله أم لا؟ عبد الله ورسوله من؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لله. هل محمد لا يكون عبد لله؟ لا قطعا. العبودية المطلقة التي أدان بها هو رسول الله صلوات الله عليه وآله. وبما أننا نقول 12 معصوم، فأولهم علي عبد لله، والحسن عبد لله، والحسين عبد لله، والتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين عبد لله، كذلك كل واحد منهم عبيد لله. فالآن الاسم، شوف شيخ خالد يروح يذكر الكنية، يركض يجيب الكنية، اسمه اسمي، نعم اسم رسول الله عبد الله ورسوله. فالآن هذه الكنية وهذه الاسم سميه ما شئت، فهل هو ابن عبد الله؟ نعم ابن عبد الله. في الدعاء نقول أنا عبدك وابن أمتك. شكرا، الوقت انتهى. شيخ خالد تفضل. طيب جميل، الآن هو حاول أن يلتف على كلامه، هذا كتاب الأمالي للطوسي، قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، هذا كتاب الأمالي للطوسي وهو شيعي. الآن هو النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن اسمين، عن اسمه وعن اسم أبيه. ماذا فعل البهادلي؟ جعل الاسمين اسما للنبي، وجعل أن عبد الله هي وصف للنبي. لا، النبي يتكلم عن اسمين، ما هو عن اسم واحد، عن اسمه وعن اسم أبيه. الآن قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، وهذا أيضا في كتاب الغيبة للطوسي، نعم نفس الرواية، يقول واسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. إذن هذه الطريقة، هذا الحديث الآن هل تؤمن به أن اسم أبي النبي عبد الله واسم أبي المهدي عبد الله؟ تفضل. الآن بكل أنجهية الشيخ خالد يستدل على القرآن. الآن إذا أنا أذهب إلى نظر، أصبر، ما مو كيفك، لو أجيب براحتي لو لا تسأل. أنا سألت، لا أجيبني على الروايتين هذه. الروايتين يا عينك تعرف الاستدلال ولا ما تعرف الاستدلال؟ الاستدلال غير مستدل بكلام الله. لا شو هذا هو بيسألك على الرواية، هل تؤمن بهذه الرواية اللي أقرأها؟ محمد صلوات الله عليه وآله اسمه أحمد أم محمد؟ في كتب الشيعة تنص على أن رسول الله أبوه اسمه عبد الله وليس اسمه الحسن. اسم محمد صلوات الله عليه وآله رسول الله. نحن نستدل عليه كتب الشيعة. يا شيخ بهدلي، شيخ بهدلي لحظة واحدة بس، هو قرأ رواية من كتب الشيعة، هذه الرواية هذه الرواية التي قال فيها اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبي، هل تؤمن بها؟ تأتي كناية شيخ بهدلي. عبد الله أبوه عبد الله. إيه عبد لله، وأنت روح شوف الروايات، شوف تاريخ عبد الله ابن عاجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرف بالمهدي ولا بماذا؟ الآن أنا وردت أمامي نصا قرآني على حسب استدلال الشيخ خالد، اسم الله رسول الله، فمن اسم رسول الله الحقيقي؟ أحمد أم محمد؟ تقدر تجيبني؟ يلا. النبي عليه الصلاة والسلام له اسمان، الآن أبو المهدي اسمه له اسمان؟
إيه أبو المهدي الصحيح؟ أبوه من الصحيح؟ أنا الآن أؤمن بعيسى نبي. لحظة لحظة. أؤمن بعيسى نبي وتارة الله سبحانه وتعالى. لحظة لا تضال لا تضال. الآن أبو المهدي كم له اسم؟ ألقاب له ألقاب. ألقاب بيقول لك. وبيقول لك اسم. ألقاب الحسن العسكري عبد الله. اسم 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 الحسن صلوات الله. الحسن الحسن. الذي قال اسمه. أما الكنية. الذي سماه اسما. الآن الحسن العسكري كم له أسماء؟ شنو كم اسم لي؟ في اسم ثاني لغير الحسن؟ اسمه الحسن ست ألقاب التي تأتي عبد الله. لا هو اسمه الحسن والثانيين ألقاب. النبي قال اللقب، النبي قال اسم اسم اسمه كاسم. إيه اسم أنت تتاخذ بالألقاب؟ واسم أبيه. أنا سأكرر لك اللقب. واسم أبيه. أنا شوف أنا سأطلق تحدي. ما يعرف الاسم شنو؟ ما يعرف الاسم. تارة تكون كنية، تارة يكون. لحظة لحظة بس لا تقاطع يا سبهل. لحظة، أنا أتحدى أحمد البهادلي والشيعة جميعا أن يخرج لي نصا من كتب الشيعة يقول أن الحسن العسكري اسمه عبد الله. طيب تفضل يا سبهل معك الوقت دلوقتي. تفضل. أنا أتحدى كذلك خالد المصابي أن يأتيني باسم رسول الله الصريح محمد أم أحمد. يلا جاوبتك أنا جاوبتك النبي له أكثر من اسم. الآن أعطيني مثل ما جاوبتك. أنا أتحدي أن تعطي أن الحسن العسكري له أكثر من اسم. يلا الآن وقت حساب الوقت كمل وقتي؟ آه كمل. الآن أتحداك أمام الجميع أن تثبت أما محمد أما أحمد. يلا ثبت. قلت لك أكثر من اسم للنبي، هل الحسن العسكري له أكثر من اسم؟ هذا تحدي. الآن الكنية لا يعرف الكنية، اسمه هو الآن اسمي. السؤال الآن هل الآن. النبي قال اسمه؟ النبي قال اسمه. شيخ خالد سيب له بما أنك لم تجيب، يا عيني بس أعطيني وقتي، بما أنك لم تجيب، إحنا في معتقدين يا أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلهم أسماءهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم، كما أحمد ومحمد. أنت التي لا تعرفها. أنا سؤالي عن عبد الله وليس عن محمد. ورد عندي لا تقطعني. شوف الآن عندي كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري يقول بقي الكلام في حديث رواه الفريقان عن النبي أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. الآن خرجنا له من كتب الشيعة وباتفاق السنة والشيعة على أن المهدي اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي. إذن هل اسم أبي النبي عبد الله؟ نعم بالاتفاق. الآن لو سألت سؤال أبو النبي كم له أسماء؟ تفضل تفضل. أبو النبي محمد أبوه كم له أسماء؟ اسمه عبد الله وألقابه كثير. اسمه عبد الله له ألقاب كثير. الآن تمام اتفقنا على عبد الله. الآن الحسن العسكري كم له أسماء؟ اسم واحد وألقاب كثير. اسم واحد الحمد لله رب العالمين له اسم واحد. الآن لما ينطق النبي ويقول اسمه اسمي اسم كلمة النبي لما قال اسم ما قال لقب ولا قال كنية، قال اسمه اسمي، نطق بكلمة اسم الذي ألف همزة سين ميم اسمه اسمي. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الوصف أو اللقب لقال ألقابه لقبي، لكن قال اسمه اسمي. إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم بلفظة الاسم. إذا الحسن العسكري ما دام أنه ليس له إلا اسم واحد وليس منها عبد الله إذا لا يكون. لن يجيب والله. إن الوصابي خلفهم لو دخلوا جحر ضب لدخلوا خلفهم.